عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الوطنية في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم اليوم صباح الوطنية. صباح الوطنية اليوم نتكلم لكم عن موضوع مهم كالعادة، وهو المشجع المنتخب الوطني علي جبريل سويلم ملقب ترتورة. مرحبا بك ضيف الكريم. ترتورة لا تتكلم. مرحبا بك ضيف الكريم. اخترنا اليوم نستضاف لكم ترتورة بمناسبة فوز المنتخب الوطني يوم السبت على بوركينا فاسو، ومعايا في التقديم كالعادة سميرة سماني. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة الوطنية في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم اليوم صباح الوطنية. كما تعرفوا قالت لكم صافية موضوع الحلقة، ولكن نرحبوا بالضيف. ترشي راسي صباح ما شاء الله، ياك لباس عليك ما شاء الله، شماسي ما شاء الله، شماسي مع قلبنا المنتخب ما شاء الله الحمد لله بوركينا فاسو ما شاء الله. شو واسيتوا لك لباس ما شاء الله تبارك الله، صباح الخير. مرحبا بك وسهلا. شرف لي نتكلم لنا عن تشجيعك للمنتخب الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. اولا بعد كاع شاكر قناه الوطنيه وشاكركم انتم هاتي السنتين. شكرا. بما اني الحمد لله شاكركم باستقبالكم لي اليوم، هاي هي مرة ثانية تستقبلوني هنا في قناة الوطنية. وشاكركم الأعداء اللي مواكبين لروح الوطنية صحيح. وفي التلفزة الوطنية وراجع من عند مولانا مولي لا تتقدموا إلى الأمام به اللي الرياضة قا بدون المرأة لكن في الطعام بلا ملح. صحيح أكسامين. ذيك الناحية شاكركم ونختاركم اللي لا مزيدا مزيدا ان شاء الله نواصلنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بما انكم تقولوا المنتخب الوطني انا والله اول شيء بعد كاع طرف احنا الشعب الموريتاني شعب ذكي شعب مولي نين تلاقيهم مع منتخبه قالك وين مماكير وراني الموت دايقر شيء وراني الشاكر جميع الشعب الموريتاني الداخل والخارج الاداء اللي قدموا مع المنتخب الوطني انا ذا يوم السبت هاي الماضي والله انا لكن هذه حسيت عني نشجع غير ماني مشجع وحدي بيلي معاك الناس المشجعين كاملين ككل اللي منهم يرقص واللي منهم يغني واللي منهم اللي قاعد واللي قاعد وطنيه ويعرفهم كاملين ورا المنتخب الوطني انا ذاك يطربني بيلي ليد وحده ما صفي يا غيره اجبرت مولي الجماهير مع افرين مع ترتورة يلي الرياضه هذه اللاعبين منين يجبروا ماده تحمسهم قايل لك انا ما وين مماكير وراك ما طاح ما سند دراهم ذيك الناحيه جاوا المشجعين كاملين جاوا من كل ولايه جاوا من كل ولايه ناحيه موريتانيا كامله جاوا من كل ولايه جاوا باجل يشجعوا المنتخب الوطني الموريتاني وانا ذاك اللي لولا موم العيش ما تخلق لك رابع حق بقى ذاك الروق الروق واحد ساعدوني وراني شاكر جميع الشباب الموريتاني الداخل والخارج الاداء اللي منها عنده فيسبوك اللي منها عنده انترنت واللي منها عنده رنانة واللي منها عنده كامل متابعين هذا المنتخب وملي شاكرين ملي من جد وجد ومن زرع حصد اول شيء شاكرين رئيس اتحاديه كره القدم هاي الفوز انا مهنئ بهاي الفوز اللي هاي الاداء كامل لولا ما العيش ما تخرج الكرافه اول شيء راسه هو بعد قاعد ربي يغفر لي صحيح هذا نعرف انكم تقدروا ربما تقدروا ان نقول انت ترى مصفق بها غير انا مشجع لين نشوف ايجابيات لين نتكلم عنهم ولين نشوف سلبيات لين نتكلم عنهم انا كمشجع يا غير مشجعوا الى ذي الوقفه اللي طا زمن واقف مع هذا المنتخب هنينا مرق منه حد قال بوركينا فاسو بوركينا فاسو ما هي ايكيب صغيره والحمد لله الحمد مولي بهذا مولي يصير لو بلان ناسيونال انترناسيونال في الوطنيه وفي الخارج باللي جابوا لنا كنال بليس وجاب لنا الجزيره ووقف لنا يا الملعب الشيخ ابو البيديه تعرف واش كان؟ حق بقى كان ظهر مضاك نعرفه نحن كان بالرق وبالكوكياج
واليوم الحمد لله عاد سينتيتيك وعاد فيهم ياسر بن بليدات اللي فيهم الاكاديمي وينزلوا فيهم ما عندي دون كلو الصلاه من دون بيبينيير بهذا لي بالون ما تلاقي يجي ينزل رجع الشيبان ينزل لا شير وبوركينا فاسو فيهم مش من لاعبين فاتوا لعبوا ثلاث مرات في كوب دافريك ونحن برك عندنا جيل صغير جيل قادر وجيل جد مولي يخطم من الشور شور 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 كاس الامم الافريقي لماذا قال كاس العالم؟ هي لا الثقه لان دير الثقه في راسك دور تمشي لكاس العالم وراجل من عند مولانا مولي نقيسوا لكاس العالم وخارج هاي مولي لا القدام اللورا ما في شيء ما سمعتوني صح انا زين ترتشورا انت يوم السبت الماضي كنت في الملعب وكنت ما شاء الله فتبارك الله انا شفت بعضنا الصور على الفيسبوك كنت ما شاء الله مشجع من رايك انا كنت ترتشورا عندك فرقه اخرى اكيب ليتم تعاونك في التشجيع والله لا انت وحدك عندك نيفارتك وعندك حالتك والله سويتينا شنا قبول كان كنت لاعب ومشيت مع المنتخب مازالت لا القبره تسدي اللي منا جبار هيك القبره هيك الساعه انا فيها معاهم فيها واليوم لله الحمد لولا من مولى الكراطه مات مولى 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 عيش ما تلحق الكراطه ولحقنا هون اليوم جبرنا مولي الحمد لله جلبنا ياسر من المشجعين جاوا نتمناو تعود فرقه كبيره من المشجعين يا غرب مولي لا عاد فوق هاي ترى مولي ما تخسرش لا طالبها لكم بلا قديتوا تطوعني ما سمعتوني زين سميره لعاد عندك فيديو اللي تطلعي نطلب من المخرج انه يطلع لي الفيديو اللي تشارتشور انا متابعه ان شاء الله مشاهدي الكرام بعد هذا الفيديو من ضيفنا الكريم مشجع المنتخب الوطني ترتشورا ترتشورا شو ما عندك هذا الفيديو هذا في اي استاد هذا في ملعب شيخ ابو بيديا ايوه واش تمت ليش هاتك الفكره انك تعدل هذا الفيديو والله مو عدل منك تملك عالم به هذا تتبان رقاص قاع ما شاء الله انا الحقيقه هذه ما هو شيء طاري اللي منها يعرفني في موريتانيا هو يعرف عن الشين قال نورفيس هذا مو الشين ولا حرام هذا يقول عنه شين رياش حد متغفل والله حد ما يعرف مذابته هذا شيء رسالة ما خارج دولة ما في رياش يقود أول شيء بعد قال تقول تعرف بعد قال قيمك وتعرف أصالتك وتعرف تراثك حد إنك تقدر تقاوم يجي تقول ما تعرفه ما أنا قايل إنك تقدر تقاوم هاي لا من التراث صحيح الكرة تكور والعلم يطور الرق هاك الرق الرق نطلب مخرج عشان نطلع لنا ارقام الهاتف ونرجع شوي لترتورا ترتورا لهنا نرجع لك شوي بسؤال من درا الاتحاديه شطرا لها من الساعه اللي جاها الرئيس احمد حسب وجهه نظرك انت هاي اتحاديه كره القدم من الساعه اللي جاها
رئيس اتحادية كرة القدم محمد أحمد يحيى. فتبارك الله ما شاء الله ما نقدر نقول لك أن بعد قال هو هذا الشيء طموح. شفتي هو لعبة حد اللي يلودلها ولا اللي يعدلها لابد لك تقول طموح. هو شاب طموح صحيح وشاب واعي صحيح ويقدر يلحقنا مولي اللي أبغاها يقدر يلحقنا لك الجمهور باللي كامل. فتبارك الله ما شاء الله إلا من إرادة إرادة الإنسان يود هو مولي اللي عنده يود حقيقي عنده بي اللي أنا عندما شفتيك الساعة هنا رئيس بلاتير رئيس فيفا وعقبك جون رئيس انفانتينو يعني انفانتينو رئيس فيفا حلمت اني انا نقدر نتحقق يوما ما نقيس كوب دافريك ونقيس كوب دوموند بيالي اللي شفتهم هم كلهم السالم تمام حسيت اني نقدر لا نلحقوا كوب دافريك ونقدر نلحقوا كوب دوموند بيالي هم ما كانوا يقدروا يعرفوا عني ما كنت نظن انهم لا يوصلوا لموريتانيا ولين وصلوا لموريتانيا اللي فهموا ان موريتانيا تقدر تقول قادر عندها اجيال اللي يقدروا يتباوسوا معهم مين يلحقوا لهم بلاد اللي نبغوها وانا ماني شاكر فيهم وشاكر يوم مملي يوم اذا نيني خرص رقاجي في العالم كامل باسره من عند ازيا اللازي ونين اوروبا ونين افريقيا نين تخرص كانال بليس دور تشوف موريتانيا اندريكت حق الحمد لله هاي مباشر فتبارك الله ما شاء الله نشكره علي به اللي هذا واعد نقدر نقول نحن هنا في موريتانيا قد يقولوا واحدين من نقاه يقولوا هم حاسين قبل بالمباريات بين موريتانيا و وبوركينا فاسو يا قال قدوا اياه يحسوا بها الا من طرف فيسبوك والله انترنت يا قال العالم الاخر شافوا مباشره في قناه بليس شافوا مباشره في الجزيره هاي نشكروا لي بيلي شفت الناس بالعلم قالوا لي نحن وشفنا مولي شبابنا مولي كور الكره كوروها مع 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 بوركينابي سمعتوا كورناها ونعتنا له مولي ان هي بارون ما هو ما اعطيها لنا ان ذوك نلعبوها لاعبين حقيقي يا مولي يا غير الموفد يجي ساعات ايجابيات تتكلموا عنهم وشات سلبيات مولي قال احنا قاعدين ماشيين على السلبيات نالي كان يقول سلبيات تم الناس تواطوا تم انا هون في البديه يقول لي ترتونا انتم قلبتوا كم انتم قلبتوا كم يا غير لا وقتنا مقلب بقى ساعدنا قال بنقع ايد نتلاقى مع مدى في البديه نقيم لكن ساعه انت ماشي في البديه اللي يقول لي ترى راينا باب مهنئينكم انا ذاك القلب ذاك زين عندي انا من بترولي انا داخل النشاط مو ماكو بي اللي نعرف عني قالب حد من جد وجد ومن زرع حصل حصل صحيح زين موجه تحيه خاصه الرئيس الاتحاديه احمد اليحيى لهذا ما شاء الله تبارك الله تقدم الكره كرة القدم صحيح اللي في البلد ما شاء الله متقدم تبارك الله زين صافي نبغوا معنا مكالمه لعات اللي جاهزه الو السلام عليكم مشاهد الو السلام عليكم الو السلام عليكم مشاهد برنامج صباح الوطني مباشره على قناه الوطني الو السلام عليكم الو السلام عليكم واذا ما يجهد الاتصالات نرجع للموضوع صافي زين عندك مكالمه الو السلام عليكم عليكم السلام مرحبا وسهلا تفضل اسم الكريم اتصل منين اخي المشاهد خالد من الزرع مرحبا بك وسهلا اخي المشاهد حاول تسمعني من التليفون وتبتدع تبعد شوي عن التلفزيون نبغى نحييك شكرا نطلب من المخرج عنه يزيد لي صوت هذه المكالمه ماني متمكنه من السماع حتى للاسف الانقطاع هذه المكالمه يبدو انه افقدنا المكالمه ونقبض معنا مكالمه ثانيه الو السلام عليكم مشاهد وعليكم السلام ورحمة الله. والله إلا برنامج صباح الوطني تفضلوا. الله
مرحبا وخير. مرحبا وسهلا. ما شاء الله هنا تبارك الله بخير وعلى خير الحمد لله. أنا شاكرين قناة الوطنية حتى. شكرا جزيلا. وشاكرين المؤسسة تاعك مشجع رقم واحد في موريتان. شكرا الله يحييك. وران ان شاء الله المنتخب الوطني ان شاء الله نتقدم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. شكرا شكرا جزيلا لك اخي المشاهد. نرجع للصفحه عندك هون عبد الدايم سيدي محمد قال لك سولي لي عن رحلته مع لوفيا شرم مراكش، تكلمنا شوي عنها. لوفيا انا ما انا قد سافرت مع ياسر قال انا سافرت مع اتحاد كرة القدم غير جابرت معه مشاوني وجابرت معه لوفيا الوطن واللي ماشي واللي مازال يسجلوا منتخب الوطني مشاو كيف تمولي الجاليات اللي جاليات موريتانيات في الموريتانيين في المغرب كامل النواحي المغرب كامل جاوني في الجاليات اللي يقراو فيهم تركي اللي يقراو فيهم التلاميذ طلاب جاوني كاملين انا نين ندخل فما لازم ندخل تعرفوا طوال العادة مو مهم قاعد تساولين على الناس هما تجبين ويبقوا يشوفوا تاتورا وجاوني كاملين وجاو معهم مولي لوفيا الوطن وفيا الوطن مولي الشباب واعي وذا مولي حقيقي عندهم مولي معاصرين المنتخب الوطني لازين حيل وانا مولي شاكرهم على تواجدهم مع المنتخب الوطني دوامي ومشيت معهم من المغرب فما ومشينا نين مراكش وسجلنا معهم المنتخب الوطني ونشكرهم على ذاك الاعداد الزينين وبدورنا نحن ما نشكرهم ويتجمعوا ويا الوطن على ذاك العمل برئاسة الاخ موسى الصوفي صحيح هذا طيب زين ايوا ترتور على القصه و عندك شيء تقوله؟ وهنا نشكر المنتخب الوطني والله نشكر منتخبنا الوطني هم كاملين ما اللي منهم نازل واللي منهم ما نزل نحن شاكرين كاملين يا قال هما كاملين كلهم يتحضر هما كاملين مولي خوت واذا مولي حقيقي عندهم ياكل اللي يمثلوا هاي الوطن العزيز احنا عندنا ذي الوطن سابق طير طيور الطايرين طير من النازلين واحنا ذاك النهار فيه زيان عندنا انهم هما كاملين اللي منهم داخل واللي منهم ما داخل كاملين مصممين انهم يبقوا يقعدوا حد شاف بوركينا فاسو يعرف عن بوركينا فاسو منتخب اريع متين تبارك الله بالنسبه لك اللي كاش يعرف الرياضه حد كان يعرف الرياضه كان انا الحقيقه ترتوره لاهي نسولك شوي ترتوره انت ما شاء الله مشجع وعندك ياس من لقاني تقولهم في ستاد نبغيك ذاك تقول لي واحده من لقاني تعود من اللي مشهورات لغاني انا ما اللي تهز انت بهم الشبكه شاكر المشجعين المشجعين اللي الحمد لله اللي شاكرين اول شيء بعد رئيس اتحاديه كره القدم هذه اللي طر في العصرنا واللي تطورات هذه المشجعين الحمد لله عادوا طارين يا غير مولي كامل نرجع من عند مولانا مولي تطور من قد المشجعين نهار اللي انا تمونكت فهمت عنهم عاد المشجعين حاسين بالرياضه شنو هو التشجيع والتشجيع هذا مو ترتوره واحده حقيقه صحيح اللي جبر الشواي ما ينحرقوا ايدي يا غير انا مولي نبقى فم الامبراطوريتو انا ما نبع بيا شيء ما سمعتني ما تمونك انت امبراطوري ذيك اللي ايوه انت ما نافع فيك شتى ما شاء الله عليك امبراطوري وفيك الناحيه شاكرهم وشاكر الاعداد اللي عدلوا والله متمونق منهم وعاد مولي المنتخب مولي يحس ان المشجعين خالدين به اللي هو خالق الصموت نين يخلق ولو كنت تكور الكره دي تعقب انت جسمانيتك تقول مانك الى المستوى يا غير مجرد ان المشجعين نين يحركوا ويحماوا اللاعب لا يحس عن المشجعين واللي ما حاسب ياك ما عندي مسولو عن شيء لا شيء يعني كرة تكور هي ما انا منكر عن ذا والكره تكور والعلم يتطور لا نختاركم انتم ما تمدي تموا تكوروا معنا الكره ايه وليه نكوروا ليه نكوروا الكره واقول ان الشيء ليلى ماني ليلى مانا ليلى مانا دز نقول لكم ليلى ماني ليلى مانا نقول انتم ما تدز انتم ما تداوروا الرياضيات والله حقيقي هاي نقولوها ليلى عند الاستاذ
يعني ليلى وانا ليلى ما دز ايوه هذه هاي اغنيه اللي نقولها غير الشباب اللي نقول ليلى ماني ليلى مانا ليلى مانا دز الشعر وجلودهم ليلى مانا ليلى مانا دز هما كاملين الشعر وجلودهم يقوموا يرقصوا ويقوموا يقنوا وتقوم الكره دافعه وعد الشكه وتقوم الكره دافعه وعد الشكه ويحسوا بها اللاعبين واللي ما حس بها قاعد يعطيه طرش لا انا سمعتوني حق بعد ما حس بها يعطيها الطرش قطعا نطلع معنا مكالمه نعطيهم فرصه المشاهدين الرقبتين الرقبات عقب هذه وما لا بدنا مكالمه الو السلام عليكم الو السلام عليكم ما شاء الله فتبارك الله بخير وعلى خير الحمد لله الاسم الكريم ومن اين متصل؟ احمد اللي من امرش مرحبا وسهلا ومرحبا اهلا امرش الحمد لله رانا جبرناكم اليوم جبرتونا للاسف فقدنا هذه المكالمه نبغى معنا مكالمه ثانيه الو السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك معك النجاة بنت تخيلة مرحبا مرحبا بك وسهلا حبيبتي تفضلي أنا نحييكم على البرنامج شكرا مرحبا بك وسيدتي أنا نحييكم على البرنامج شكرا جزيلا على تقديم المتميز شكرا شكرا عندكم تحية خاصة شكرا حبيبتي راني هذا راني نحيي استاذ من هذا ومحيي مدير المنتخب المغربي يعني انه عندك يعني عن مشرفنا وتحيه خاصه خاصه لاستاذ يحيى فعلا احمد ودي يحيى فعلا صحيح مدير الاتحاديه لكره القدم صحيح فعلا عن عنده تحيه خاصه عنه رئيس الاتحاديه صحيح بعيدا عنه المنتخب بقوله الشهد ياسر تبارك الله ما شاء الله التطوع وشهدته الاتحادية كيما قال غير الضيف معاكم بعيدا عن هذا نهار المباريات اللي عدت في الملعب فعلا عن الملعب نحن الثاني كنا فعلا عنه وضعه عنه فعلا عنه الطوع الاتحادية اللي عدت راني محيي حق هذا المخرج تاعته في انا محييك وحتى شاكرته حتى على في احنا كان المنتخب الموريتاني مهما كان الامتناع ومهما كان الكلام جاتنا في قلوب ضلع وشجعوا بمراسم وراني تحيه خاصه خاصه تاعته سكيل انه فعلا عنه المنتخب يمشي معاه في كل بدايه وشجعوها فعلا عنه دعمه كامل كمواطنين عن المنتخب نحن نشجعوه ونشجعوه الى زاد ونشجعوه مدينه الى تحت ولا قدر الله زاد نعرفوا عنه هو يسعى دائما زاد زاد شكرا جزيلا شكرا جزيلا هذه المكالمه وكانت مدخله اكثر من رائعه صحيح. من مشجعه وطنيه بحت موجهين لك تحية خاصة وبدورنا نحن نوصل تحيتك إن شاء الله ربي الرئيس الاتحادية كرة القدم أحمد اليحيى اللي ما شاء الله اشتغل على هذه الاتحادية به اللي الدليل قاع على ذاك وهم شفناه تبارك الله في هذه النجاحات اللي ما شاء الله عاد تواكب دائما المنتخب ترشورة لي تكلمني شوي عن صورة قد عدلتها مع صاحب الفيفا جاني انفانتينو وهو أحمد اليحيى وتعنك دايرها في دارك والله وسام شرف والله ذاك ما شاء الله رئيس اتحاد كرة القدم الدولي قال جاني انفانتينو رئيس فيفا عندما جاء هون لين شاف موريتان وتحير خارجين وحدين كان لين قال له موريتان يقول لك انا بريطانيا هي هذا كامل هي رسالة شفتوا الرياضة هاي رسالة واللي الشعوب ياسر من الشعوب اللي تقول له ماركا موريتاني يقول لك للموريس. اللي تقول له موريتاني يقول لك هذه ايش قال بريطانيا. بهم اللي ما يعرفوا موريتان. وعاد الحمد لله ماركا لان تخلق رياضه وتخلق كامل محافل دوليه. عاد ينعرف موريتاني
اتمولي متفصله هذو اولادها منعتين موريتان هي ونين جا هو هنا رئيس الدولي كره القدم شاف موريتانيا وشاف مولي بلد طيب شاف ماده كامله الشعب ديني شعب لوكو كلها نجي هون خاطر يرفدوه ويعطوه الاحترام ويعطوه واجهته الصحيحه موريتانيا هاي سمعته ونين جا هون شافني مولي شافني عني ماني ماني سيبه مو بسيط ماني بسيط اجى سلم لي وكريت بيدي وهز بيدي حتى وما بين تكلم معك بالفرنسيه ايه. تكلم معي الفرنسيه وتكلم معي قد قال يتكلم معي الانجليزيه يتفش انجلش يس انا بعد الشيكوان بعد ترترا ما هو متفنن على ارض الواقع ترترا ما سمعتوني تاك الروح لبتي ترترا ما لك بسيط زين ليه نقول معنا مكالمه ثانيه الو السلام عليكم. اذا تحية الطبع. نقضوا مكالمة ثانية. نقضوا مكالمة ثانية. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، الاسم الكريم تصل مني. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك وسهلا. مرحبا بك وسهلا تفضلوا. الحلقه حولك. الحلقه اليوم حول المنتخب الوطني الفوز على بوركينا فاسو، وضيف الحلقه ترتورا مشجع المنتخب. للاسف يبدو انك ما كنت متابع الحلقه. يقطع عنه يرجع صحيح. نقضي معنا مكالمه ثانيه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو يا دباس. ما شاء الله فتبارك الله بخير وعلى خير الحمد لله. برنامج الوطنيه. والله برنامج صباح الوطنيه. تفضل اخي واسمعني من تلفون وكحز شوي عن التلفزيون. اللي تقولي عن ترين الكهيدي. مرحبا بك وسهلا ومرحبا الكهيدي. مرحبا. لا انا شكرا الدكتور على شكرا. جزاك الله معدل كامل على المنتخب الوطني من بدايته يا بركاتي. زعماء الخاوريهم كامل وتبغوا تبارك الله الناس سبورتر مرابطون ما تحرك عنك. حق الحمد لله. وشاكرين مولي احمد يحيى صاحب الاتحاديه اللي معدل كامل الاتحاديه اللي تساعد فيها. وجزاكم الله خيرا على البرنامج وشايفين كابتورا على كلامنا مسدني لي حتى احنا الكهيد. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ومسلمين زاد احنا مولي له الكهيدي حتى وكابتورا مولي مسلم على اهل الكهيدي اليوم اللي هم لهم هون سلموا عليك. اي ترشرا الكهيدي ترشرا هون عندك جاك سؤال محمد احمد فال احييك الاخت صفيه سماني ومن جارك في العمل الرائع جدا فكرة تنوع وتلون المواضيع والضيوف بقصد المتعة والإفادة وهذا لطالما ديدا البرنامج الناجح أسئلة واستفهامات للضيف ترتورا وحذاري من التصفيق والمجاملة امتهنت التشجيع منذ عقود كما تعلم ويعلم الجميع وأنت رب أسرة ومعيلها هل لك راتب رسمي؟ نظرة كان قال لك كان عندك خلاص تخلص عليه والله ما. أول شيء بقى أنا الرياضة جيت ماني جايها متطوع أنا حرصي. أنا كنت نسجع فريقي المفضل الحرس الوطني لا يخسر عزك. هاي سمعتي؟ ونين يخلق نين يقود الحرس الوطني هو اللي يكور الكرة. ترتورا معروف مشجعي الحرس الوطني. ولا نتخلى عن فريقي المفضل هو الحبي بعد كاع نربي فريق حبك كذا عنه الحرس الوطني سعد الملك.
وذيك الناحية هاد مشجعين ذاك الزمن مشجع مولي راية وقابوني منتخب الوطني كمشجع نمشي معاهم نربع معاهم قادي وجاي واللي فهم الاخر انا ماني من باش عنه اللي معدل لي واللي مو معدل لي اخبر فيهم هو ولا اخبر فيهم اللي هو اللي مسوي بين قوسين المهم عندي انا ان فريقي انا المفضل الوحيد انا كحرسي فريقي الحرس الوطني الى اتوصى تختاروا عز بيني معكم تم من طاول معانا تولى الحرس مع شرور مع شرور الجاق مع شرور الجاق هذا فريقي انا في الريكس زين قال لك يا ومضرة انت اللي تعتزل هو قال لي مع جميع نعتزل لاش انا لعبت اللعبه من لحقتهم يلي لي نعتزل عليه لاش الكرة تكور والاعتزال قال بدون تعصب وانا يعني معتزل من دون ما مشيت انا كنت فيه لي نلحق انا كاس الامم الافريقي ونلحق كاس العالم يسوي لي لقات عن الاعتزال بين قوسين قال هو ذا اللي معجلو قاعد الاعتزال انا لا مسوي لي اللي معجلو وشنو هو انا المسير مازال ماشي للامام رجوع انا لا للرجوع بين قوسين ماما خارقه جايبه صايعه هو تبان صايعني نقول له عندك هون عندك هون انا لا هو لا انا لا هو القرا قردان ثم هذا انا ما خالك شي ما صبرت ما خالك شي ما صبرت ما خالك شي ما زالت القبره الغبره حنين حنين القبره يكتو فيا كاين ندار السنتيتي كاين ندار وكاين ندار المهم ان شاء الله ياسر من تعرفوا الاستاذ اللي جيتوه يومكم يوم السبت ما كنتش شفتوا الطوارئ اللي جيتوا الله يبارك فيك اللي حصل شيء اني انا نعتزل موجب نعتزل انا ما فيش طاقصتي هي الرقصه مازالت لا مارسه انا رقصتي انت اللي تملى الرغبه محمد فار راهو قال لك انك انت شي معجلك على اعتزال وما معتزل لا ما على بالك قولي له انه هذا ما على بالك قول انه تراجع قال لك انك تراجع عن ذاك عندك هون احمد سالم البومبو السلام عليكم ورحمه الله تحيه طيبه لكم صفيه وسميره وتحيه خاصه لمشجع المنتخب الوطني ترتورا واشكركم على هذه الحلقه الاكثر من رائعه نختارك تقولي له غني لي شوي اغنيه على المنتخب الوطني صديق البرنامج احمد سالم البومبو من مدينه الزويرات واهل الزويرات موجهين تحيه خاصه للمشجع ترتورا وموجهين تحيه خاصه لبرنامج اكثر من رائع شكرا, شكرا جزيلا, جزيلا احمد سالم البومبو نظرك انا كريت لبي له هذا الطلب والله ما دور اللي يلبيه له صباح الوطني وهذا من الزويرات قول له عني لا حالي بنينا نجي شهر الزويرات الاغنيات انا في جيت من الزويرات راهو ما عند الشباب هو يعرفهم هو حاول ما جيتي شهر الزويرات لكن يكسر مبارياتنا مباريات الزويرات غير اقول له انه ما زلنا لا قد نقنوا له ساعته كامل جهه ولا قد نقنوا له ان شاء الله احنا مازلنا في برنامج بنفس المبدأ. راي لك شاكر مولي المشجعات فكرني اللي دوام مرافقات معايا ثم في الملعب وكل مشجعات ما نسمي ما نقد نسمي واحده عن واحده هما هي اللي المرأة هي الرب الأسرة المرأة هي البيت هي الدار هي مارو هي السفر بدون المرأة لكن الطعام بلا ملح ما سمعتيني بس سمعتك بقى ايه هما تيوك المرافقات ترتورا ايه تعرفين نقودوا معايا في المحافل اللي نقودوا جاي للمنتخب والله شيء ان انت لنرقص على ايه اوي سقرت الزغاريت لا بد اللي منه من سقرت كامل راي مهنعها بذا الفوز اي سمعتي يا اللي انسان ما يقدر يجي الاستاد اذا ما صفقت بعد زغرتي لا تولي خايبة حق بعد بيه اللي يسمو اللاعبين الزغاريت يشعروا جلودهم لا راه ما في شيء خالق الا القدام عمل بود لا يكون هنا ولا لك معتزل ولا لي معتزل مو شي نعتزل نلعب اللعبه اللي تلحق ونعتزل احنا اللي قال طاري لكم انت الاعتزال شيء قطعا عنه فيسبوك والله الرنانه قطعا عنه بلا معنى نقوم معنا مكالمه الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ماشي تصبحكم ما شاء الله فتبارك الله اخي المشاهد اسمعني من تلفون ونقص عنك تلفزيه كانوا انت ونقد نتواصلوا ام تشويش نقبل معنا مكالمه ثانيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هذا يا الباس ما شاء الله فتبارك الله بخير وعلى خير والله شكرا حتى تاخذ مسار متميز شكرا
معكم حاج من القرو، من يونس القرو. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا بهالقرو، تفضل. لا حتى مشجع كبير في الشورى. ما تمكنت من سماع الصوت. نأسف نقطع هذه المكالمة، نرجو نعاودنا الاتصال ويوصل لفكرته اللي كان له يوصلنا. معنا مكالمة ثانية وموجهين تحية خاصة لمدينة قيرو متابعينا لها. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم مختار صالح من مريم. معانا؟ مختار صالح من مريم. مرحبا بك وسهلا ومرحبا هنوالي، وتفضلوا. أنا مشجع، مشجع المنتخب الوطني ومشجع شرق شورى. شكرا. يعرفني حتى جران سالم. شكرا، قال عنه يعرفك حتى، انت تعرفه حتى، قال له جران سالم من هنوالي بو. نتمنى لكم تكونوا على هذا البرنامج. شكرا. الدكتور اللي نقول عنه هذا عن هو ودو جيمس وود. اللي كان ما هو المنتخب الوطني ما 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 عنده ما عندهش ما عنده قادرش. الدكتور هذاك بعد ما عرفتني ذاك جران فان ذاك شبال. زين. شكرا جزيلا اخي المشاهد. تشرتورا لهي نرجع لك شوي. تشرتورا من رايك كان عندك حد من الاسره يمشي معاك شر الملعب دائما يحمسك؟ الاسره ما تبارك الله ما شاء الله ما خارجه تلفزه ما جاتني شر الدار. انا تعرف الاسره تعرف بنيد اللي فيها. ما قال حد من تركتك الثاني يمشي معك؟ انا كمان ما نقدر نسول الناس بي اللي انا اول شيء بعد عندي ابني فن عمر. ما نقدر مشامله كان بين الحقيقه اقرا لك الروح فم عمر. عمر الطفيل راه يجي معي في الملعب يحضر معي ويحضر معي وينزل مولي جوار يلعب تحت 17 سنة هذه. واللي كان أنا فخرة لي أنا بيقول هذا ابني وعاد عاد 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 يكور الكرة مع تركة تحت 17 سنة. واللي شافوا أنا واللي ما قطيت عرفت أنه قاعد أنه يعرفها اللي تركة هم اللي يقولوا لي أنت عمر 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 ترتورة نزال عمر ترتورة يعرف بلو وأنت تشوف فيها راسي أنا من نفسي أنا بقى فخرة عندي. صحيح، حتى احنا مولين فخرنا. لا نختاركم بتودوا لا يودوا لا تودوا مزم بهلين عن ذاك. ثم تمولي الحقيقة راني شاكركم مولي. الله يسلمك. بما أن توماتي تبارك الله ما شاء الله أنا أعرفكم دهر مضى في نوالي بويك الساعة. هل سبت ذيك الساعة لا تطيروا عنها، أنا راني نتكلموا لها عندها كامل. ماتي ديك الساعة ديك الساعة في كولونيج فاكونس. قلت ديك الساعة أنتم ماتي ديك الساعة صغيرات. موجهين تحية خاصة لبسام. مع بسام والساس. ويكنت تريك كاملين كنت معكم في كابانو وفي نوادي صحيح وما من برايم فار احسنت ما في صغيره طيب ولي شاكركم اليوم في هذا هاي النداء اللي لبيته اليوم بما اني انا انتم ما بعد عرفتوا عني ترتورا اللي كان من جواكب ياسر من نوع جزاكم الله خيرا ذاك الروح زين الروح. ترتورا جاتني رساله من فيسبوك عن المشاهدين يداروا نعلو لهم الفيديو اللي طلعنا نعدوه زيد فيديو اللي تترقص فيه. والله نطلب من مخرج انه يعلن هذا الفيديو. اكمل السبيلية.
اهلا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفيديو لاكثر من رائع للمشجع الوطني ترتره ما شاء الله تبارك الله فيديو زين. صافية يبدو ان عندك زين سؤال. والله عندي بعد السؤال ترتره نختار نعرف اللاعبين شنو هي علاقتك بهم؟ اعتبرينك اخوهم والدهم، شنو هي العلاقه اللي تربطك بهم حتى؟ حرام زين ما سمعت رقيتي رقيتي زين شفتي ترى ما نبينه مع المنتخب كون اللي تي احسن هذا مو اللي مو شطار انا لعبت معهم صغيرين ما في واحد ذم ما لعبت معه مازال صغير في الاكاديمي بعد قال هاي سمعت وكل انا اعرف من بليد انا تلاحق معه وكل انا اعرف من بليد انا نلعب معه ونعرف الساعة اللي نلعب معه ونبين معهم اللي لا الاحترام شفتي انا جسمي ما شاء الله فاكسيني صحيح انا محترم واخوتي نختار لا نحترمها ما نبين معهم هم كاملين سيانين عندي هم قاعد لاولاد وفر اخوتي واولادي نجوق معهم ونردح معهم انا الكدر ما نعرف الله لي الكدر انت شدوا محا قطعا عن الكدر قالوا في السبور فير بلاي سبور ديال الانسان يوسع اخلاقه الا نهارك متمونك ونهارك انك متمونك يا غير كامل الا الصبر وانا ايت بيا مرات لين الاستاديو يمتلئ والجماهير كامل يتواجد ونشوف انا راسي نوخه ونعرف اني محبوب لدى الجماهير ذاك اللي هو المهم هذا نختاره عن كل شيء يلي النوخه وعن بديات نحس الى حس المنتخب الوطني كلها لاعبي ماركي بيتات ويدخل بيتات ومعروف والواي ترى ترى مولي معروف يهدي المشجع صحيح هاي سمعت ولا نوخه وبيبليد ما قالوا الناس ترى ترى نعدل معك الاوصاف ونعدل معك هذا انا زين عندي ومونك عندي اللي من جد وجد ومنظر حصل والكرة تقوى بنيت في القلوب الجماهير بنيت في القلوب الجماهير هيك البنابة المحبة ايوه والصداقة بين قوسين الرق دعينا نقول معنا كلمة ألو السلام عليكم مشاهد ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا اسم الكريم تصلي سميرة حياكم الله الله يحييك خير معكم أحد مستمعينكم القدماء عبد الله بن أحمد عبدي وخير الله يحييك وخير 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 يا مرحبا وسهلا الله يحييك يا مرحبا وسهلا أخواتي العزيزات شكركم على البرنامج شكرا جزيلا لك وهذا التنوع بينم عن مستواكم راقي الحمد لله ودايما نقول حسب التجربه بين اللي قالوا الفريق الوطني من دون اللاعب الثاني عشر الى هو المشجع بين لا قيمه وبين المشجع عنده دور كبير عنده دور كبير في حاله كاع الفريق مهزوم عنده دور كبير ولا حريلين يعود فريق منتصر. اما بما يعني هاي الظاهره اللي معكم اللي قالت الصوره اللي انا الحمد لله نعرفه. لا يقول لك بدل خالق جميل كان في تونس. كان يمشي مع الفريق التونسي. اي مباراه في العالم يجلسهم. وقال ذاك الراجل المشجع توفى وعاد ولده. رياض بنفس المشعل اللي كان رياض ذاك الوالد. يتنقل اليوم مع الانجاز الفريق التونسي. صبية وسميرة يعطيكم التعرف بين على كل حال اللي قالوا الرياضة الموريتانية رياضة الكرة بعد. بصفة عامة حسب تجربتنا بين انها خرجيات المتحسن. الحمد لله. يا غير ما دبنا ما عندنا راديو تنقيل المشجعين. اللي تمشي مع الفريق خاصة بين الحمد لله اصبحنا جد ونطمعوا بان الانجليز وكاس افريقيا الكاميرون يا ركنا ننطلقوا من ضرك نعود عندنا نخبه من المشجعين يقودهم الحمد لله يترتر ذاك الشباب الاخر اللي متواجد دائما مع المنتخب وجيت معاه مالي وجيت معاه جنوب افريقيا ويا ركي الاتحاديه وزاره الشباب والرياضه
تقبل الامهات وتمولهم وتنظمهم ويعود يعدلوا مثلا تشجيع اللي يشوفوا العالم ما يعود الا رقصات وتوم وقت الفريق متاخر وعند منين يلزم يعودوا ما هم متواجدين. لكي لا اطيل عليكم الف تحيه لكم يا السميره ويا صهيه ونورتم دائما الوطنيه والاعلام الموريتاني. شكرا. الف تحيه لك يا استاذ شرشوره. شكرا شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك عبد الله اللحم العبدي المستمع الدائم لفترتنا في الاذاعه ومن اللي انتقلنا الحمد لله للمرئي تبارك الله. الحمد لله تواصل مرحبا وسهلا وخير طالما تبارك الله نورتنا ان شاء الله المشاركات اللي اكثر من رائعه والله ما شاء الله. سميره ترشوره كيف ما قال عبد الله حالم عنك ما شاء الله تبارك الله معروف وعن يلا نم الملاحه وام اللي تبارك الله نجاح وتقدم كره القدم وذاك يرجع للرئيس الاتحادي احمد واليحيى الحمد لله. عن مال هذه الاتحاديه ما تقبلكم انتم كمشجعين تنظمكم وتعدلكم ذاك اللي يلا تعودوا على بعض شي ذاك هو معروف. تفضل. هاي ما شاء الله كلام زين وهذا كامل لا يوجه للجهه المعنيه. زين. بين قوسين. وانا الحقيقه والله اللي قال كلمات انا اتمنى انا بقى المشجعين كاملين يبنوا وجودهم يعودوا طابور واحد كاجل المنتخب. كل اللي قرينا بقدحوا معي صح ما سمعتني ذاك الروح يا خير نختار يعودوا طابور واحد انا هاي المهم ان هاي انت اصرنا أصرنا التكنولوجيا أصرنا فيسبوك أصرنا واتساب والناس كلها لا يمدح وكلها يقول اللي بغى يقول. أنا ماني معدل فيسبوك غير أنا أعرف أني شهير ولا أنا عدل تبارك الله ما شاء الله ولا أنا عدل واتساب يلي أنا ياسر من شيء ماني صايب له ولا نبقي نكلم فيهم واللي ما نبقي فيك الناحية نختارهم هم ذوك على المستوى اللي منهم إلى واتساب واللي منهم إلى الرنانة غير نختاروا نحن كاملين بقى نقودوا طابور واحد ولو ياك اللي يكلف به اللي منها مديور فما راي كرئيس اللي المشجعين يقودوا الصحه يا غير نقودوا بقى طابور واحد يا غير مولي لا لا يساو انتم جنب الترتوره على الاقل يقود فما رئيس المجلس الاعلى للمشجعين من ساعد امي ياك الروح. زين نقوم معنا مكالمه ثانيه. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. هي تبي تعود هي اخر مكالمه الوقت طاف من ياسر. حتى اهل الزويرات هم يدورون طالبينك وتقول لهم تقول لهم الو السلام عليكم. زين الو السلام عليكم مشاهد تشجعهم شوي. يبدو ان المكالمات ما هم جاهزين نرجعوا للتشارتورا يعني يجهز المكالمات يا وليد تسمع على الزويره والله هاي من الزويرات عندهم شي خاص هاي من الزويرات يعني موجه لهم هاي الفوز المنتخب مو هو الزويرات وحدهم ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا تسمح لي ضيفي الكريم شوي دخلت في الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله. وش حاسس صار بكم؟ ما شاء الله إنه تبارك الله بخير وعلى خير. الاسم الكريم؟ ما شاء الله إنه تبارك الله. زينب. تفضلي. كيف فاطمة؟ مرحبا بك وسهلا فاطمة متصلة مني. كيف فاطمة؟ مرحبا بك وسهلا فاطمة. متصلة مني؟ نهار شوقي. مرحبا بك وسهلا. رياض. مرحبا بك وسهلا. تفضل. مرحبا بك. تشرفت بكم. مرحبا بكم. هذا زين عندي تبارك الله. الله يسلمك شكرا جزيلا. وعازمين تو تبارك الله. شكرا. زين ان شاء الله هذا البرنامج. شكرا الله يحييك. ان شاء الله تاخذوا بياس ان شاء الله. الحمد لله. شكرا جزيلا لك ترتورة.
شكرا لك، شكرا جزيلا لك على هذه. شكرا دكتور. الله يسلمك. شكرا نورتينا بالمكالمه. يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا وسهلا. نرجعوا لكترتوره الكتري تقول عنك موجه تحيه عند النجاح انه ما هو الزوالات وحدهم عن الموريتاني. النجاح الله يوجه تحيه لجميع الشعب الموريتاني، جميع الشباب الموريتاني ككل، وجميع الولايات الموريتانية والقريات والمقاطعات والرياف. هذا الفوز مهنعهم به، به اللي عينا فينا مرات فينا انينا 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 تنقلب واللي نسمع ياسر في البديات يا قريب مرابع متربعهم نختار نقول لهم اني مهنعهم هما كامل، خاصة المقاطعات والرياف. الرياض خلطات المقاطعات الرياض مقاطعات الولايات خاصه الولايات وفيها الرياض حتى ما تعرفين ربي يغفر لي في قلت الوطنيه انا التلفزه الوطنيه حيوان هو سمعهم شي الوقت مثلا لان النواديهم هنا للنعمه وهنا الكيفه والعيون ومهنا كهيدي سيدي بابي خاصه ومهنا دقوارب ومهنا جميع الولايات زين هاي سمعت والله هاي الفوز نعرف عنه نحن كامل متقاسمين فيه محبة به اللي حد اينينا الشباب في عدد شيء لا تعود لا تعود مقاطع ولا تعود مولي منعوا الخير اللي تبقي راسك وتبقي اخوتك كامل نتمنى بقى انا من نفسي انهم يواصلوا النشاط هم اللي يقدروا يمرقوا منتخبهم هاي من الظلمه به اللي المنتخب بدون مشجعين ماني قايل انه قد والله ما نعرف طعام بلا ملح لا عاد قد هما اللي تموا تنزلوا ويكلوا تموا تنزلوا تو ما فيها ما فيها المشجعين ذاك ما يصح ماني اي صح هذا ما قد صح ما يصح انا بعمان قلنا نصور المنتخب بدون ترتور الكره بدون المشجعين ذاك طعام بلا ملح اوف انا قلت صح الكره تكور والمشجعين يسجلوا صحيح ايوا تفضل راني مهنا بومبا ذاك صاحب الزوارات بومبا صاحب الزوارات هو اللي دراك تقول لي بومبا يا رب اني قلت خليت له مازال هذيك الساعه ينزل هو مازال ينزل هو هذيك الساعه تشجعت روح كامل هو قالها قال عنا قطشيت الزوارات وعبد الشيما ما عقلوش شجعتهم الله الله مولي انا قاعد الولايات كامل المقاطعات بليده وعيطوا لي كامل يجيهم بي انا مشجعي زين قال لك بوك سلمي لي على ضيفك وعندي سؤال لا عندي سؤال غير عاجبني استجامه وصبره على قناعته ومحبته لما يحبه بالصدق وراني مسميه ملح الفريق وشاكركم على مواكبه الحدث وموصيكم على المتابعه كل جديد وشكرا جزيلا وقال عنه راهو راجع في بي اللي ما سميت ولايته هو ولايته تقان انا تجي جا قال هي المسميه مش هي البيكا قاو المسميه هذا كامل لله ما لا تقالت لي ايوا راهو رضا راهو رضا عليك زين ضيفي الكريم لا تسمع عنا شيء نعود نختمو به الوقت مثلا انه ياس هذا اللي نقول لكم هز الجزارة هز القلبونا اوه يا ولاد الدولة لا يشنوني هل اغنية كنت نغنيها قد يعود واحد اخر والله مجتمع اخر يمشيها على تكنولوجيا والله روايه انا ما نعرف لك انا عندي اغنيات نقنيهم للفريق وتهمنا لا تحجلي ما بين الفريق صحيح حتى شي عليهم لا تشجيع للفريق كون بقى عندها خرزه على قلتها واللي ما عنده عرات 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 انا ولا انا هو اللي قايل ما سمعتوني بقى لكن لو غلمتي انا لا اغنيات عن ترتورة ويغنيهم ربما ملي على المستوى الفكري والفني والشعبي والفنوني على المستوى الثقافي هي الوزاره كانت وزاره الثقافه والشباب والرياضه ايوه وعقبت تفاصلت وعات الثقافه وحدها والرياضه وحدها يا قاري كنت نتمنى بقى ان وزاره الثقافه والشباب والرياضه تود الله في بلادي به الكره ما تقدر تكون بدون تراث لابد ان يعود الانسان يعرف تراثه والاصاله والقيم اسمعتني بقى سمعتك بقى واعر والله الا واعر تهالي تخبط له المستوى الفكري والفني والشعبي والفنوني والتكوير الكره هاي سمعتي يا قاري لله الحمد يقول مولي يتموا مشروخ الشعراء يعطونا كذا كذا يتموا يمشونا شوي من دغري كلمات
لقنا؟ ايه ما يخسر شيء. انتم تقولوا. نسدوا مراقلة تكون بذات ما شلنا شوي منها. متعبين. والسلام. السلام والسلام. شكرا جزيلا ضيفي الكريم. زوزايا ما هي شيء. زوزايا. هي رايالكم ما تصلك. الله يلا تصلك. حد يبقى ما يصلك. يا هنا في بيت الرجال. يا اخي الرياضه حد جاها يتعاون يعرف انه دور ينصمك بالزوزايات وينصمك بالناس العيال لا يوسع رقاج خلابه يعرف عند المشجعين عندهم دور واللي متفرج واللي جاي يخرص امبراطوري يقعد واللي تم يخرص على مستوى يا اخي الزوزايا واللي لا حد يتم يحملها. زين شكرا جزيلا. والسماح. اسمح لنا نحن تشمولي. يبارك فيك والسماح. زين. عاشت موريتانيا. مستقلة. امين ان شاء الله. ومزدهرة. بابنائها ان شاء الله. وبابنائها. ان شاء الله. الداخل والخارج. على عين الحسود. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام ما بقى معايا من الوقت ما هو نشكر فيه الضيف الاكثر من رائع اللي كان معانا اليوم تشرتورة. مشجع المنتخب الوطني الملقب علي جبريل سويلم ملقب بترتورة. شكرا جزيلا. يعطيكم الصحة. شكرا. شكرا مين. لك مالك سمعت. الله جزاكم الله. شكرا ونشكر سميرة سمية كانت معايا في اعداد هذه الحلقة وتقديم. شكرا المخرج عمر جوب. في امان الله ان شاء الله لقدا موضوع جديد.